تعهدت رئيسة المفوضات الأوروبية أورسولا فاندرلاين بإضعاف اقتصاد روسيا وقدرته على التقدم والتطور، وذلك ردا على الهجوم العسكري ضد أوكرانيا. وأعلنت رئيسات المفوضات الأوروبية في مؤتمر صحفي تجديد أصول مالية لروسيا ومنع روسيا من الوصول إلى الأسواق العالمية المالية والأوروبية. بدوره قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل، قال إن الاتحاد الأوروبي سيرد بأقصى طريقة ممكنة على التحرك الروسي، مشددا على أن روسيا ستواجه عزلة غير مسبوقة جراء غزوها لأوكرانيا.